يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. احنا متعودين مع بعض دايما ان احنا يوم الجمعه بنعمل اكل صحي، اكل يكون متوافق ومتوازن مع الهرم الغذائي، بحيث ان احنا القيم الغذائيه والعناصر اللي بناكلها تبقى مفيده ليومنا الطبيعي. طيب النهارده كمان يوم مختلف، عشان النهارده انا هستضيف الكوتش محمد الخطيب اللي هيقول لنا خبرات مهمه جدا، وهيقول لنا حاجات مهمه جدا تساعدنا على ان اللايف ستايل بتاعنا يبقى ماشي بشكل سليم. خليني اقول لكم الاول هعمل ايه النهارده قبل ما ناخد فاصل. هعمل لحضراتكم سمك بوري مشوي رده، هنعمل كمان ورقه سمك دينيس، وهعمل لكم رز من غير دهون، رز بالريحان. احنا مع حضراتكم النهارده من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء مباشره. استنونا بعد الفاصل هنشوف هنعمل ايه بالظبط. الكلام ده خفيف، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الحلو ده؟ انت اللي قول لي الكلام ده، انا مره اشوف. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل علشان النهارده نشوف ايه الخبرات او ايه النصايح اللي هنستفيد بيها عشان اللايف ستايل بتاعنا يبقى احسن. النهارده الاكل اللي هنعمله هو سي فود. هعمل لحضراتكم سمك بوري زي ما قلنا قبل الفاصل، هنعمل سمك دينيس ورقه سمك، وهنعمل رز من غير دهون. اهلا وسهلا بيك يا كوتش. ازيك يا شيف شريف؟ ايه اخبارك؟ اخبارك؟ كله تمام؟ منور لقمه هنيه. ربنا يخليك، ده شرف ليا. كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. عرفنا بنفسك كده، قول لنا بقالك قد ايه في مجال الفتنس؟ والله هو انا مبدئيا اسمي محمد خطيب، وانا بحب الرياضه. ده انا سيمبلي يعني بقالي في المجال بتاع الفتنس ده من وانا صغير خالص. اهلي بصراحه كان ليهم الفضل ان هم ياخدوني من وانا صغير. خلوك تمارس رياضه من وانا صغير جدا. بلعب رياضه، ولكن لو بنتكلم سبيسيفيكلي على الجيم او الفتنس، انا بقالي دلوقتي 14 سنه بتمرن. واو. وبقالي من 3 سنين فكرت ان انا اخد الموضوع بروفيشنال وابتدي امرن. عايز اقول لك الحاجه، بحس ان ده محبط شويه ان انت تقولي ان انت بقالك 14 سنه بتلعب رياضه وجسمك ما شاء الله حلو، يعني مش عايزين نحسدك. فبحس ان ده شويه ليا او لبعض المشاهدين محبط. هل انا محتاج ابتدي من دلوقتي عشان كمان 14 سنه يبقى جسمي كويس؟ لا، هو انت مش لازم تستنى 14 سنه. بص، هو بتختلف كل واحد الاوبجكتيف بتاعه، كل واحد الاهداف بتاعته ايه، ولكن يعني الحاجه اللي انا اقدر اقولها لك ان انت لازم يبقى حياتك عندك لايف ستايل معين، لازم يبقى فيه رياضه، حتى لو الرياضه دي كانت حاجه ممكن تبقى ماشي. حلو حلو. انت فاهم قصدي؟ في الاول وفي الاخر انت ممكن يبقى واحد الاوبجكتيف بتاعه ان هو عايز يعرف يجري من غير ما، او يمشي من غير ما ينهج كتير، عايز يعرف يلعب مع اولاده من غير ما يكون بينهج كتير. فالمشي او الرياضه المستمره اليوميه هي اللي بتخلي دايما عندك القدره انك تقدر. حلو جدا، عايزين نحقق ده ان شاء الله. طيب انا دلوقتي هقول لحضراتكم مقادير. اول طبق هعمله وهو سمك البوري المشوي رده، هبتدي فيه وانا شغال فيه كده هندردش مع كوتش محمد الخطيب، نعرف منه النصايح اللي هيقولها لنا النهارده. محشي رده؟ محشي لا، مش محشي رده، بتغطي بالرده. خطر الكلام ده. حلو جدا. هقول لحضراتكم دلوقتي المقادير وهبتدي في الوصفه الاولانيه. احنا مع حضراتكم من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء مباشره. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال الارقام الهاتفيه اللي هتظهر على الشاشه قدام حضراتكم، او ممكن من خلال صفحتنا على فيسبوك. وهخلي كوتش محمد يفتح من الموبايل بتاعه صفحه الفيسبوك بتاعتنا. لو ما لحقتوش تكلمونا تقدروا من خلال الصفحه تحطوا الاسئله بتاعتكم وهنجاوب عليها النهارده، اوعدكم. يلا بينا نقول المقادير بتاعت اول وصفه وبعدين نخش على طول على الطبخ. يلا بينا. بوري مشوي بالرده، سمك بوري، انا هستخدم سمكتين النهارده، جزر مبشور، بصل مبشور، ثوم مفروم، شبت مفروم، جنزبيل فريش مفروم، 4 كوبايات رده، ملح وفلفل. هنعمل له بقى دقه حلوه كده عشان هو خارج من الفرن عريس كده، ننزل عليه على طول بالدقه علشان طعمه يبقى قوي وغني جدا. ايه بقى الدقه دي؟ هتبقى عباره عن كوبايه خل، فصين ثوم مفرومين، ربع كوبايه ليمون، فلفل حامي مفروم، ملح وفلفل. يلا بينا. قول لي بقى، انت بتحب السمك ولا لا؟ جدا طبعا. في حد ما بيحبش السمك؟ من الاشخاص اللي بيحبوا السمك. بحب السمك. بس خلي بالك ان في ناس ما بتحبش السمك. لا، في ناس ما بتحبش السمك. لا، في ناس ما بتحبش السمك بس بتحب الجمبري وال كلام. انا بحب، بفضل بصراحه برضو الجمبري كده، بس يعني ده بوري. ده بوري. لا، بحب البوري طبعا.
انا يعني من دراستي للقيم الغذائيه وانا بدرس طبخ كنا بناخد او بندرس ان نوع السمكه بيفرق في القيم الغذائيه اللي موجوده فيها. بمعنى اخر ان كل السمك على سبيل المثال متشابه مع بعضه في بعض الاشياء، بس مثلا السمك اللي لونه اللحم بتاعه لونه مش ابيض، لونه احمر او لونه برتقاني، بتبقى كميه الاوميجا 3 او كميه الدهون فيه مختلفه. فهل الدهون اللي موجوده في السمك دي دهون صحيه ولا دهون فيها مشكله؟ جدا صحية. الفاتي اسيدز او الفاتس اللي موجوده في السمك من اهم الفاتس اللي بتعلي الكوليسترول الكويس اللي في الجسم. انا هستوقفك في كلمه الكوليسترول الكويس. يمكن كتير مننا بيعتقد ان الكوليسترول ده ضار على يعني كل الكوليسترول ضار، بس انت دلوقتي بتقول الكوليسترول yes. الكويس كوليسترول. فهل ده معناه ان في كوليسترول كويس وكوليسترول وحش؟ يس، الاتش دي ال والال دي ال دول نوعين كوليسترول، ففي الكوليسترول الكويس وده مهما عالي ده انت ما فيش اي مشكله خالص. حلو وده جدا. حاجه من الحاجات اللي بتعليه هو الفاتي اسيدز سبيشلي زي الاوميجا 3 اللي موجوده في السمن او موجوده في السمك ان جنرال. دي مش بس ميزتها انها بتعلي الكوليسترول كويس، بس دي كويسه جدا لعضله القلب، لان عضله القلب نفسها سراوندد باي فاتس. حلو. فكل محاطه عضله القلب محاطه بالدهون. yes. يعني في دهون حوالين عضله القلب. yes. دي ليها دور مفيد. yes. هو يعني كل ما يعني كل ما الفاتس اللي حوالين القلب دي فاتس كويسه فهو القلب از هيلثي، ودي حاجه من الحاجات اللي الاوميجا 3. عشان كده انا دايما بشجع الكلاينتس بتوعي ان هم دايما ياخدوا اوميجا 3 اون ديلي بيزس، لان حاجه من الحاجات الصعبه اللي انت تاخدها من اكلك يوميا، لان صعب انك تاكل سمك يوميا. حلو. او تاكل سمن يوميا، فحاجه من الحاجات اللي بشجع دايما حد ياخدها اون ديلي بيزس هي. معلومات قيمه جدا بجد. العلم نور حبيبي. طيب عايز اسالك سؤال تاني، والسؤال ده دايما بيقرقني او بتساءل فيه دايما. كتير مننا نظام شغله او نظام حياته او اللايف ستايل بتاع حياته ما بيسمحلوش ان هو ينزل يروح الجيم كل يوم، او ان هو مثلا يشترك في لعبه معينه، ينزل يلعب لعبه رياضيه معينه. هل ده معناه ان كده خلاص الشخص ده مش هينفع ان هو يلعب رياضه؟ هل في حل للمعضله دي؟ هو الرياضه مش جيم. حلو قوي. تمام. الرياضه مش جيم، الرياضه هو ان انا اعمل اكسرسايزز معينه، بغض النظر الاكسرسايز ده ممكن يبقى ان انا همشي مسافه معينه كل يوم. اوكي. فانا بصراحه مختلف معاك شويه. اوكي. في الحته دي ان ممكن يبقى حد ظروف شغله مهما كانت بيسافر مثلا كل يوم. تمام. ده ما يمنعوش ان هو ممكن يخصص نص ساعه بس في يومه، نص ساعه بس ان هو يعمل اكسرسايز. لازم ده يكون من خلال الجيم؟ لا خالص، ممكن يتمشى، يتمشى في بارك، يتمشى تحت البيت، حوالين بيتك. بالظبط. ولو انت صحتك تقدر اكتر من كده ممكن تبتدي ان انت تعمل جوجينج مثلا. في ناس بتتكسف تعمل رياضه، شفت حد قبل كده عنده المشكله دي؟ في ناس بتتكسف تنزل تتمشى، او تتكسف تبقى نازله كده حوالين البيت يمكن عشان ده شويه مش من الثقافه بتاعتنا، يعني احنا مش من ثقافتنا ان الناس بتنزل تعمل رياضه في الشارع. بص، هو ده هيرجع اي ثينك للسبب الرئيسي اللي خلاك اصلا تعمل انك تلعب رياضه من الاول، او الاوبجكتيف بتاعك او الهدف بتاعك. لو انت مكسوف من الهدف بتاعك يبقى احسن ما تعملوش. حلو. يعني خليك واثق في نفسك، عايز تحقق هدف معين روح حققه. خلي عندك هدف ووصل له وخليك يعني لو انت هدفك مش سترونج انف لدرجه ان ممكن يخليك تتكسف منه يبقى ده مش هدف قوي، يبقى مش هو ده الهدف اللي هيخليك تنزل تعمل رياضه. اوكي. حط دايما، ارجع دايما للهدف. ممكن الهدف ده يبقى ان انا عايز اخس عشان اسباب، كل واحد عنده اسباب مختلفه عن التاني. ممكن يبقى السبب ان انا صحتي مش كويسه فانا عايز اشوف واعرف اخرج او صحتي كويسه بس عايز احافظ عليها، وعايز احافظ عليها، ده خليها سبب أفضل. مهم جدا. فلازم يبقى عندك سبب قوي يخليك هو ده اللي بيخليك الدافع. تقدر تنزل، لان احنا جدا. كشعب سبيشال مش احنا كمصريين، احنا كهيومنز عامه احنا ريزيستنت تو تشينج، احنا ما بنحبش التغيير. فلو واحد طول عمره مش متعود يلعب رياضه دايما النازله، حتى لو هينزل يتمشى مع انها اسهل ممكن حاجه. ممكن تاني اسمي احمد، ممكن يبقى بالنسبه له الموضوع تقيل عليه. طيب ناخد دلوقتي بقى راي الحاجه شريفه. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا حاجه؟ الو، ايه رايك ممكن توطي صوت التلفزيون شويه وتسمعينا من التليفون؟ طيب الخط قطع، حاولي تكلميني مره تانية، لو معاكوا رقمها حاولوا تتصلوا بيها. انا دلوقتي هحط السمك البوري اللي انا عملته وانا بدردش مع كوتش محمد الخطيب، هحطه في الفرن ونرجع نكمل اسئلتنا. وقبل ما نكمل اسئلتنا خلوني اقول حضراتكم
مقادير ورقة السمك الدنيس، هبتدي فيها وبعدين نكمل دردشة مع كوتش محمد الخطيب. عندي سؤال كده قبل ما أقول يا كوتش، هل في دايت معين مثالي لجميع الأشخاص، ولا كل شخص على حسب طبيعة جسمه وعلى حسب وزنه وعلى حسب حالته الصحية يقدر أن هو يبقى ليه النظام الخاص بيه؟ بمعنى آخر، هل في نظام مثالي ينفع لكل الأشخاص، ولا كل شخص ليه نظام خاص بيه هو؟ بص، مفيش حاجة اسمها هو ده the best diet for you، ومفيش حاجة برضو اسمها هو ده النظام الخاص بيك. هو الفكرة ان كل واحد النظام الأحسن بالنسبة له هو النظام اللي هيفت حياته، انت فاهم قصدي؟ for example مثلا، انا في مثلا البيليو دايت، في الكيتوجينيك دايت، في انواع كتيره. خش في الحاجات دي بالتفصيل. في انواع كتيره جدا من علشان في دايتس انا مستغربها جدا. في بعض الدايتس غريبه، في ناس بتاكل مثلا على سبيل المثال دهون كتير، في ناس ما بتاكلش غير نشويات، في ناس ما بتاكلش غير منتجات حيوانيه بس، وهكذا. فهنخش في التفاصيل دي كلها، بس ناخد استاذه نهى. اهلا وسهلا بيك يا استاذه نهى، ازيك؟ عايشه خير جيف. عامله ايه؟ الحمد لله. احنا إيه اخبارك؟ جدا بحضرتك وبالطبخات اللي بتقدمها لنا يا فندم. على فكره انا خفيت كتير قوي مع حضرتك وطبخاتك الجميله. يا نهار ابيض، ده حلو جدا. طب احنا النهارده معانا الكوتش محمد الخطيب، تحبي تساليه على اي حاجه؟ كنت عايزه اساله ان انا هل اكل سمكه في الدايت سمك زي ما انا عايزه، ولا اكل سمكه بوزن معين؟ وكنت عايزه اعرف الحشو اللي حضرتك حطيته في البول. طيب هقول لك الحشو حالا، وهنخلي كوتش محمد الخطيب يقول لنا كميه السمك المثاليه اللي ناكلها في الوجبه وفي اليوم برضو قد ايه. من عينيا الاثنين، نورتيني يا استاذ زينب. الحشو اللي انا حطيته في السمك البوري كان جزر مبشور، بصل مبشور، ثوم مفروم، شبت مفروم، وجنزبيل فريش مفروم، وكان فيه من بره رده وشويه زيت صغيرين كده. يلا قول لنا بقى كوتش، قد ايه من السمك نقدر ناكله في اليوم؟ عشان اعمل ايه؟ سؤال، عشان اعمل ايه؟ علشان احافظ على لايف ستايل سليم. لو انا شخص مش مريض، انا شخص عادي جدا، بس عايز اللايف ستايل بتاعي يبقى مظبوط، عايز وزني ما يزيدش وما يقلش على سبيل المثال، فقول لنا كده ممكن. طيب خلينا الاول نتكلم على البوينت بتاعت اللايف ستايل، ان انت بتقول انا عايز امينتين. حلو. وفي ناس تانية بتبقى هدفها انها تخس، وفي ناس هدفها ان هي تزيد في الوزن. الموضوع كله راجع للسعرات الحراريه. السعرات الحراريه، السعرات الحراريه. انا يعني ايه سعرات حراريه؟ يعني سعرات حراريه، ده كلام لذيذ. سعرات حراريه انا لما بعمل مجهود، لما بعمل مجهود مجرد بس، او حتى لو ما بعملش مجهود، انا وانا قاعد معاك دلوقتي انا جسمي بيتحرك، انا عايش. حلو. فجسمي وانا عايش جسمي بيحرق سعرات حراريه، هي السعرات الحراريه اللي انا باكلها اللي موجوده في اكلي. فور اكزامبل مثلا السمكه دي ممكن تبقى 500 سعر حراري. اوكي. وانا على مدار يومي اصلا من غير ما اتحرك خالص، من غير ما اعمل اي مجهود، انا جسمي مثلا بيحرق 2000 سعر حراري. فلو انا ما اكلتش فجسمي عمال بيحرق. ففي من المخزون؟ لا، يعني من المخزون، يعني لو انا ما اكلتش السعرات الحراريه اللي انا المفروض اكلها في اليوم هخس كده، يبقى جسمي هيحرق من المخزون اللي موجود جواه من الطاقه. الله ينور عليك. بالظبط. ولكن انا دايما لما حد يبقى عايز يخس بياكل سعرات حراريه اقل من السعرات الحراريه اللي بيحرقها. تمام. ولو حد نفس الكلام عايز يزيد وزنه بياكل سعرات حراريه اكتر من السعرات الحراريه اللي بيحرقها، فبالتالي وزنه بيزيد. فلو انا بتكلم على وجبه معينه، ما اقدرش اقول لك الوجبه دي تاكل فيها قد ايه سعرات حراريه، ما اقدرش اقول لك تاكل قد ايه سمك. يعني لو رجعنا لسؤال استاذه نهى، كانت بتسال هي بتحب السمك وعايزه تاكل سمك بطريقه من الطرق اللي احنا بنعملها النهارده، تاكل قد ايه من السمك ده؟ محتاج تعرف منها معلومات معينه، ولا تقدر تقول لها تاكل قد ايه سمك؟ لا، محتاج اعرف منها معلومات معينه. اولا هي عايزه تعمل ايه؟ هي استاذه نهى عايزه تخس، او استاذه نهى عايزه يزيد وزنها. ولكن مش هيبقى الهدف في الوجبه دي هاكل فيها سمك قد ايه، ولكن هبقى على مدار يومي هاكل قد ايه. طب كميه البروتين اللي انا محتاجها في اليوم لو انا مش عايز ابني عضلات، بس عايز احافظ على الكتله العضليه بتاعتي العاديه خالص، ده قد ايه؟ هل ينفع اقولها ولا برضو يعني ابروكسيمتلي طبعا على حسب وزن كل بني ادم، بس ابروكسيمتلي بيبقى 2 جرام بروتين لكل كيلو جرام في جسمك. يعني لو انا مثلا 70 كيلو جرام، فده معناه ان انا محتاج 140 جرام بروتين في اليوم. تكنيكلي ولكن لو عايز الحسبه الصح، هو الصح لللين بودي ويت. يعني لو انت وزنك 140، لا بقى عشان احنا ما نعرفش الكلام ده. لو انت وزنك مثلا 70 كيلو جرام، ليتس سي منهم ان فيهم 10 جرام فاتس. اوكي. خلاص، فبالتالي وزنك هيبقى كام؟ وزني قول تاني كده، 10% من كام؟ 10% من 70 يبقى 7. 7، شيل 7 من ال 70 يبقى 63. اضربهم في 2
63 في 2 في 60 ب 120 و 3 يبقى 126. يبقى ده المينيمم اللي انت محتاجه في اليوم عشان تحافظ على الكتله العضليه اللي عندك. حلو قوي. المعادله بقى دي يا استاذ نهى حضرتك هتعمليها وتعرفي تكيسك قد ايه. طيب خليني اقول انا بعمل ايه هنا. خليني اقول الوصفه دي، احنا ما قلناش مقاديرها، هقولها وبعد كده نخش على طول على اسئله الساده المشاهدين. يلا بينا. طيب ورقه سمك وهستخدم فيها سمك دينيس، اربع سمكات دينيس هعملهم دلوقتي قدام حضراتكم. نص كوبايه نص كوبايه بقدونس مفروم، نص كوبايه كزبره مفرومه، نص كوبايه كرفس مفروم، هنستخدم الخضره اللي هي شبه خضره المحشي، نص كوبايه زيتون اخضر مخلي، حلقات بصل اخضر، ثمره طماطم متقطعه مكعبات، ملح وفلفل. طيب انا عملت ايه؟ انا جبت السمكايه، انت كده شايفها يا احمد تمام؟ جبت السمكايه وحطيت عليها بس ملح وفلفل، عندي لسه بقيه السمك ما استخدمتوش، حطيت ملح وفلفل على السمك، وفي نفس الوقت هنا خلطت الطماطم مع الزيتون. خلينا نحط بقيه المكونات، الخضره اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها، حطيت الخضره والكرفس والبصل الاخضر. شغل عالي. فاكر ايه بقى؟ لو مهنيه هنا الاكل كله جميل. حطيت ملح وفلفل اسود، خلينا نقلب ده بمعلقه ونخلط ده سوا. طب احنا يا كوتش ممكن نفتح طب ناخد عايز اقولها هنا كنت تليفون استاذه منال، انا اسف، وهنرجع تاني هقول لك انا عايز افتح ايه واقول لك هنعمل ايه بالظبط. يا استاذه منال ازيك؟ شريف ازيك حبيبي؟ الحمد لله بخير، ازي حضرتك؟ منور القناه والتلفزيون كله حبيبي. ده نورك، ده نورك يا فندم والله. ابتسامتك تجنن يا شريف. ربنا يخليك يا رب، يديمها عليك يا رب. يا رب يا رب، ربنا يخليك. قولي لي انت عايزه اي معلومات خاصه بالتغذيه النهارده او بالدايت؟ بص يا شريف، انا عندي 70 سنه. ما شاء الله، ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. ووزني 77. انا كل اللي مضايقني بطني. اوكي، البطن. البطن اعتقد ده سؤال مشترك ما بين كتير من المشاهدين وانا واحد منهم، ازاي نودي الكرش ده؟ طب ايه الحاجه الثانيه؟ ايه قولي لي السؤال الثاني ليك انت بقى. عندي دبابيس فراخ عايز اعملها بالكاري. احنا عملناها قبل كده. عملناها قبل كده وهقول لحضرتك عليها حالا. اشكرك حبيبي. بصي الله يخليك، نورتيني والله بالسؤال. انا عملت ايه قبل كده؟ بس انا احط ده. انا عملت في يوم من ايام السبت وصفه سريعه، وصفه في حله واحده في طاسه واحده. الوصفه دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن دبابيس فراخ بالرز مستويه في حله واحده بالكاري. عملنا ايه؟ جبنا، يا ريت حضرتك تكتبي لو تقدري تكتبي دلوقتي، جبت نص كيلو دبابيس فراخ، حطيت عليهم ملح وفلفل وكاري، بعد كده شوحتهم في الحله، بعد ما اتشوحوا خدوا لون ذهبي، اللون ده مهم جدا عشان هو ده الطعم، طلعتهم من الطاسه. وليه طلعتهم من الطاسه؟ ليه ما حطيتش عليهم الرز وكملت طبخ؟ علشان ما تبقاش مستويه تسويه زائده، انا عايزها مستويه صح. بعد ما شوحت دبابيس الفراخ طلعتها من الحله، بعد كده شوحت بصل، شوحت توم، نزلت بالرز، قلبت تقليبه، رشه كاري كمان، ملح وفلفل، حطيت المرقه، وبعد ما الرز اتشرب رحت حاطط عليه الدبابيس. طب ليه بعد ما تشرب؟ عشان لو كنت حطيت الدبابيس من بدري هتستوي زياده عن اللزوم. بعد كده سبت الرز لغايه ما استوى، في نفس الوقت الدبابيس كانت استوت، طعمها كان تحفه. جربيها قولي لنا رايك ايه. يلا تقدر تجاوبني على سؤال البطن اللي محير الملايين؟ والله هو مش بس البطن، هو الموضوع فعلا محير الملايين، ازاي انزل بطني او ازاي انزل دراعي، عندي فات في دراعي، او ازاي انزل فات من منطقه معينه. أمين. هو ده اسمه سبوت ريدكشن، وده مش موجود. لا ثانيه يا كوتش، سبوت ريدكشن. سبوت ريدكشن وده مش موجود. سبوت ريدكشن مقصود بيه ان انا اخسس منطقه معينه في الجسم. حلو. ده يعني انا مفيش حاجه اسمها ان انا هعمل دايت هيخسس بطني، او انا مثلا على سبيل المثال الاناتومي بتاعت جسمي، شكل جسمي، ان انا مثلا تخين شويه من فوق ومن تحت رفيع، او العكس، او بطني كبيره مع ان انا رفيع. مفيش دايت معين يخسس الجزء ده بالذات؟ لا، فيش دايت معين ولا تمارين معينه. فيش دايت معين او تمارين معينه بتخسس منطقه معينه من الجسم. حلو. ف طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ سؤال ظريف جدا. فاكر الايكويجن اللي انا لسه قايلها لك من اول الحلقه، اللي هو اكل سعرات حراريه اقل من اللي انا باكلها ايه اللي هيحصل؟ سوري، اكل سعرات حراريه اقل من اللي انا بحرقها ايه اللي هيحصل؟ هبتدي اخس، هبتدي اخسر. لما اخسر الدهون هخسر الدهون من الجسم كله، الجسم ما بينزلش من رجلي لوحدها او بطني لوحدها او دراعي لوحده، الجسم كله بينزل مع بعضه. طب عندي سؤال مهم جدا. لا استنى، هنسال السؤال ده عشان مهم جدا. هل ده معناه ان كتير من المعلومات اللي عندنا غلط؟ لان مثلا في اكله معينه او في وصفه معينه بتخسس البطن او بتنزل الكرش، هل ده معناه ان المعلومات دي خاطئه؟
طيب هرد على السؤال ده. في معلومات عندنا ان في اكل معين او مشروبات معينه بتخسس، دي حاجه، وفي بتقول ان انا بتخسس منطقه معينه. حلو. بتخسس منطقه معينه؟ لا، ده كلام مش سليم، مش صحيح. بتخسس ان جنرال صحيح ومش صحيح. مفيش اكل هاكله هخس، لان لو كده ما كانش حد غلب اكيد. صح. ولكن في اكل معين بيساعد الواحد ان هو لو ماشي على النظام الصح وماشي على الايكويشن اللي انا لسه بقولها لك، اللي هو باكل اقل ما بحرق، هيتساعده اكتر انه يخس. طيب خلينا نكمل كلامنا عن ازاي ننزل الكرش بتاعنا بعد ما نرجع من الفاصل. استنونا، احنا مستنيين حضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. كنت انا بعمل ورقه الدنيس، الورقه الشهيه الجميله دي، سمكه دنيس عليها من بره ملح وفلفل، وجوه فيه خضره من الشبت والكزبره والبقدونس، في كمان زيتون مخلل مخلي، حطينا طماطم وحطينا بصل اخضر، كل ده هيطلع الطعم بتاعه، يبقى فيه طعم متناغم ما بين طعم السمك وطعم الخضره اللي احنا حاطينها. في نفس الوقت قبل ما نطلع فاصل كنا بنجاوب على السؤال بتاع ازاي اتخلص من الكرش، وهل في نوع من انواع الدايت معين او في أكلة معينة، وصفة معينة ممكن أخدها تقلل حجم الكرش بتاعي ولا لا؟ كوتش محمد قول لنا، بنرحب بيك مرة ثانية الأول. قول لنا إزاي نحل المعضلة دي؟ الكرش نعمل إيه في الكرش؟ طيب نعمل إيه في الكرش؟ لازم الكرش ينزل، والكرش هينزل بحاجتين، بإن أنا أضبط أكلي، واللي هيسرع البروسيس دي شوية هو إن أنا ألعب رياضة. الكرش أجين هو إكسيس أوف فاتس، يعني فات زيادة في الجسم، فات زائدة عن الحد المقبول في الجسم. هي excess of fat، ودي بتنزل لما الجسم كله يبقى في حالة حاجة اسمها calorie deficit، أو فقد للسعرات الحرارية. باكل أقل ما بعمل مجهود في يومي. حلو. وعلى فكرة هو سهل جدا ان الواحد يعرف هو بيحرق قد ايه في يومه، يعني في ازاي بقى؟ يعني في حاجة معقدة جدا؟ لا، في ايكويشنز لحاجات اقدر اعملها بنفسي، ولازم اروح لحد متخصص خبير تغذية او دكتور؟ يعني لو رحت لحد خبير او متخصص هيقول لك بالظبط كام، وفي اجهزة معينة بتقول لك بالظبط كام، ولكن في ايكويشن بتقول لك تقريبيا كام. طب احنا معانا الحاجة شريفة، هناخدها ونرجع تاني نكمل ردنا على سؤال الكيس. انا ممكن اجي جنبك. انا بحاجة تعالى، انت تنور. حاجة شريفة، ازي حضرتك؟ ازيك، انت عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ منور يا حبيبي. ده نورك، حضرتك منورانا بتصالك. منور البرنامج كله. ربنا يخليك يا رب. ازيك حبيبي؟ الحمد لله كويس. عندك اي اسئله للكوتش محمد او اي هو اسئله؟ هو الدكتور محمد، انا كان كنت لا هو مش دكتور، هو خبير في التغذيه. هتقول لنا بقى يا كوتش بعد ما نخلص مع الحاجة شريفة، انت ليه سميت نفسك خبير في التغذيه وانت درست ايه عشان تبقى خبير في التغذيه؟ ماشي. اتفضلي يا حاجه شريفه، تحت امرك. ايوه حبيبي، ربنا يخليك. انا كان وزني طبعا كتير قوي يعني. بس عملت رياضه اتمشيت كل يوم ساعه. حلو. كل يوم ساعه، نزلت 33 كيلو. الله. وفي تمرين، انا بحيي إرادة حضرتك. قولي لي، في تمرين بعمله هو بتاع البطن، اما اقوم كده اهوت انام على ظهري واقوم كده اهوت وافرد نفسي كده 10 مرات كل يوم الصبح. تمام. هو دوت الدايت. والمشويات بقى، يعني السمك المشوي دوت، لازم التونه ديت، التونه المكاريلا. الله، دي جميله جدا بقى في الدايت بقى، حلوه قوي 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 قوي. حضرتك مثال مشجع للشباب، يعني إرادة حضرتك بجد حلوه جدا. ربنا ألهمتني. برافو. طبعا لو الرز والمكرونه او اي حاجه بتتاكل، بس بتتاكل في حاجه معينه. يعني مثلا طبق السلطه، طبق السلطه في خمس مثلا معالق رز، خمس معالق مكرونه، زي ما انت عايز. حلو جدا. جميل جميل جميله. والصبح بيضايه ونص رغيف بلدي. حلو جدا النظام. حضرتك عملتي النظام ده لنفسك ولا في حد ساعد حضرتك في ان انت تعمليه؟ لا لا، انا ما حدش ساعدني، انا اللي ساعدت نفسي بنفسي يعني. طبعا عندي سؤال مهم جدا. اتفضل. حضرتك كنت بتنزلي تتمشي فين؟ في الشارع ولا كنت بتروحي نادي معين او جيم معين؟ ليه بسالك السؤال ده؟ لا، انا كنت بمشي في الشارع. الله، ليه بسالك السؤال ده؟ مش هقول لك ان انا كنت بروح جيمي ولا كنت بروح لا، كنت بمشي في الشارع. حلو جدا. ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ علشان زي ما كنت بتكلم مع الكوتش من شويه، ان في ناس كتير بتحرج ان هي تنزل تتمشى في الشارع،
وبيبقى بيقول لك انا مش هقدر اعمل رياضه عشان انا ما عنديش قدره ان انا انزل اروح الجيم. حضرتك نزلتي من بيتك وتمشيتي في الشارع فده يعني حاجه حلوه جدا بجد. انا كنت بلف يعني بالنسبه للمنطقه اللي انا فيها مسافه يعني من المقطم لغايه مثلا النافوره. ايه ده ما شاء الله مسافه طويله. مسافه طويله طبعا ما شاء الله عشان انا امد. بس الحمد لله نزلت يعني قدرت ان انا انزل يعني تاني خالص يعني. ده زي ما كنت بقول لحضرتك كده. انا عندي تشجعينا. هي خسيت كام كيلو؟ هي خسيتي كام كيلو؟ 33 كيلو. 33 كيلو. ايه سؤالك يا كوتش؟ مش سؤالي هو يعني هاخد البوينت دي وهرجع لاول حاجه انت كنت سالتهاني هو ايه احسن دايت للبني ادم؟ للبني ادم السمك المشوي. ايه؟ السمك المشوي. السمك المشوي كان بيفيدها جدا في الدايت بتاعها وهو من العوامل اللي ساعدتها ان هي تبقى بتاكل وفي نفس الوقت بتخسر وزن. ده يرد على سؤالك لما سالتني ايه احسن دايت للبني ادم هو الدايت المناسب لحياته. هي خست وهي مبسوطه من الاكل اللي هي بتاكله. لان في ناس كتيره جدا فعلا بتخس وبتخس ممكن 15 كيلو او 20 كيلو في شهر واحد بس تلاقيه الشهر اللي بعده رجعهم على طول حصل له فات ريباوند او اكتسب الدهون مره ثانيه. يس حصل له دايت كراش ويرجع ثاني للوزن تاني. ليه؟ لان هو كان مانع نفسه قوي من الاكل حارم نفسه قوي من الاكل فجاه لما فتح زهق. كلنا بيجي لنا اوقات ان احنا عايزين نجرب حاجه بس هو الشخص اللي بيبقى مانع نفسه قوي حارم نفسه قوي معرض اكتر انه يحصل له الفات ريباوند ده يرجع يزيد وزنه. لكن احط السمك ده في الفرن وهرجع لك تاني نكمل اللي انت بتقوله ده. خليني احطه في الفرن مش عايز اطبخ لك حاجه لحد ما تيجي حالا دلوقتي. اللي انت بتقوله دلوقتي يا كوتش هو ان النجاح هنا في ان هي اختارت نظام دايت نظام مناسب لحياتها ومناسب للاكل اللي هي بتحبه هي اتعودت عليه في نفس الوقت ما كانتش حاسه بمعاناه في ان هي تحقق الدايت ده. وحاجه تانية عايز اقولها هي انا ما سمعتش هي السن كان قد ايه ولكن هي ستيل محافظه على حته الرياضه لان هي حست ان هي مسرعه لها البروسس بتاعت انها تفقد الوزن اللي بتعمل مجهود اكتر فبالتالي بتحرق سعرات اكتر. حلو جدا. طيب احنا هناخد الاستاذه وفاء. اهلا وسهلا بحضرتك. الو مساء الخير. ازي حضرتك؟ مساء النور. ازي حضرتك يا شيخ؟ اخبار حضرتك ايه؟ منورانا. الحمد لله ربنا يخليك. انا بشكرك بس على حلقه الكبده كانت في منتهى الجمال. الكبده تسلم ايدك. الكبده؟ طيب حلو ان هي عجبتك. طب جربتيها ولا لا؟ لا لسه بصراحه ما عملتش حاجه منها. طب يلا عايزك بقى تجربيها تبعتي لنا صورتها. الطرق كلها عجبتني قوي تسلم ايدك. عايزك تجربيها تبعتي لنا صورتها. قولي لي عندك اي اسئله ليها علاقه باللايف ستايل بالدايت بالتخسيس بالصحه العامه؟ اتفضلي. اتفضلي كوتش محمد اختي معاك. عندي الكانسر. الف سلامة. الله يسلمك ميرسي قوي. اتفضلي. مشكلتي في الحرق. انا عندي يعني الحرق عندي ضعيف جدا جدا. حلو. المفروض ان انا ما اجيش عند السكريات او النشويات فمش عارفه اكل ايه يعني هيبقى نظام يومي عامل ازاي. طيب هل الدكتور عشان ده سؤال مهم جدا لان حتى لو انا دلوقتي خبير في التغذيه تمام او انا عندي علم كافي بالقيم الغذائيه بتاعت المكونات اللي انا بطبخها محتاج الطبيب المعالج ليا هو اللي يقول لي ايه القيم الغذائيه ايه العناصر اللي انت محتاج تاكلها وايه العناصر اللي انت محتاج تتجنبها. لما باخد المعلومه دي اقدر ابني عليها وصفات ولا انت رايك ايه يا كوتش؟ 100% قول لنا 100%. بص هو طبعا الف سلامه على حضرتك. انا مش دكتور فما اقدرش اقول لحضرتك بالظبط تاكل ايه او ما تاكليش ايه ولكن هي بصوره عامه هو الفتره الاخيره دي التكنولوجي الزياده اللي في حياتنا وقربنا من الاشاعات المختلفه الكلام ده كله هو اللي خلى الفتره الاخيره ان نسبه الكانسر او كده هي بتزيد. ولكن الحاجه اللي انا اقدر انصح اي حد مريض بالكانسر او عايز يتفادى الاصابه بالكانسر ان هو يبعد عن لو بنتكلم على حته التغذيه دي ان هو يبعد عن الاكل المصنع قوي. الاكل المصنع. وحضرتك يا شيف طبعا ممكن تقول لنا اكتر ايه هو الاكل المصنع. طبعا في ناس بتكليم برضو ان اللحمه الحمراء الكتير مش كويسه وهي ده مش معناه ان الحاجات دي برضو بتجيب اي امراض ولكن لو حد عنده ال 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 ان هو ممكن يصاب قابليه ان النقطه دي مهمه قوي يا كوتش. انا كتير قوي لما بسمع بقرا مثلا في على الانترنت او بسمع في التلفزيون بسمع ناس بتقول الاكله الفلانيه بتجيب المرض الفلاني او يقول لك مثلا ان الاكله الفلانيه هتقيك من المرض الفلاني. الكلام ده مش صحيح. الكلام ده مش صحيح لان في ناس بتمشي زي ما بيقولوا جنب الحيط وبتعمل كل حاجه وفي الاخر كل حاجه يعني زي ما بيقول الكتاب لو في كتاب اصلا بيقول الكلام ده ولكن بيجي لها برضو بتصاب بامراض
فمفيش حاجه معينه اقدر اقول لك ده لو اكلتها هيجي لك كذا او لو ما اكلتهاش هيجي لك كذا. ولكن في حاجات معينه بناخد بالاسباب بالظبط، بنقلل الاحتماليه لو انا اصلا جسمي عنده القابليه ان هو ياخد، لان هي موضوع برضو خلي بالك نسبه كبيره منه جدا جيناتكس وجينز. حلو جدا. طيب خليني اخد الكيو كارد من جنبك عشان عايز اقول مقادير الرز. هقول مقادير الرز وبعد كده نرجع فاصل ونشوف هنعمل الرز ده ازاي. يلا بينا هقول لكم مقادير رز بالريحان. كوبايتين رز بسمتي ابيض، 4 كوبايات ميه، عود قرفه، 2 ورقه لورا، ملح وفلفل، وحزمه ورق ريحان. هقول لكم هنقطعها ازاي وهنعملها ازاي، كل ده هنشوفه وهنرجع نكمل رد على اسئله حضراتكم بعد ما نرجع من الفاصل. استنونا. على النهار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل علشان نعمل الرز ونكمل المناقشه اللطيفه مع كوتش محمد الخطيب. انا دلوقتي عملت ايه؟ كل اللي انا عملته ان انا حطيت الرز في الحله، حله ما بيلزقش فيها الاكل، حطيت الرز في الحله وقلبته حمصته شويه. طيب احنا كنا قلنا مقاديره قبل كده هقولها لكم مره ثانيه. رز بسمتي ابيض، ورق ريحان فريش، ومش هنحطه في الاول هنحطه في النهايه عشان يفضل فريش زي ما هو. ورق لورا ده هيتحط من البدايه، وكمان عود من القرفه الخشب يتحط عليها ملح وفلفل وبس، مش حاطين اي نوع من انواع الدهون. انا حطيت هنا الرز حمصته وحطيت دلوقتي الملح والفلفل الاسود، هقلبهم تقليبه سريعه، وبعدين هحط ورق اللورا وهحط عود القرفه، تقليبه كمان كده ياخدوا من الحراره، ومش هحط خالص دلوقتي ورق الريحان، هخليه على جنب هنا وهقول لحضراتكم هنحطه امتى. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي هعلي درجه الحراره، هحط الميه لغايه ما الرز يتشرب، وبعدين هوطي عليه. طريقه سهله جدا للرز، الفكره فيها بس ان هي ما فيهاش زيوت. طيب نعمل ايه؟ خلاص نسيب ده هنا كده، نغطي عليه لغايه ما يتشرب، وبعد كده نوطي عليه تاني. كابتن محمد اهلا بيك مره ثانيه. اهلا استاذ شريف. طيب احنا قولينا كده لو عايزين نتواصل معاك من خلال السوشيال ميديا نقدر نتواصل معاك ازاي؟ ثرو ماي انستغرام بيج، هي دي مينلي انا بتواصل، وثرو ماي فيسبوك بيج اسمها اي كوتش، ده البروجرام اللي انا اي ديزايند الاونلاين كوتشنج. حلو. طب قولينا انستغرام، انستغرام نخش عليه ازاي؟ تاني في محمد خطيب ام او اتش خطيب كي اتش اي تي اي بي. خلاص وهنزلها دلوقتي على الشاشه عشان لو حضراتكم عايزين تتواصلوا مع كوتش محمد تسالوا على بعض الاسئله الثانيه يبقى كويس جدا. طيب ايه رايك دلوقتي انا هعمل الدقه بتاعت السمك البوري لان انا خلاص عايز اطلعه من الفرن. فوانا بعمل الدقه اللي هي مكونه، تعالى نقولها تاني، هي مكونه من الخل، شبت مفروم، ثوم، فلفل حار مفروم، وليمون. انا هركب دول مع بعض واطلع السمك احط عليه الدقه. بس عايزك تكمل لنا السؤال المهم جدا بتاع الكرش، ازاي نتخلص من الكرش؟ لسه الاجابه ما شافتش السؤال عندي، قول لنا اكتر. هو الاجابه بالظبط زي ما استاذه منال كانت بتتكلم، هي عملت الحاجتين الاساسيتين، هي عملت نظام الاكل اللي هو كان بيميك شور النظام ده ان هي بتاكل اقل ما بتحرق. بس في حاجه مهمه هنا، وفي نفس الوقت كانت بتلعب رياضه وكانت بتلعب بطن. انا في حاجه مهمه عندي هنا، انا جسمي رفيع بس عندي كرش، لو عملت رياضه هخس عضلات، ازاي ما خس؟ لا بص، هو انت جسمك رفيع وفي كرش عشان ما فيهوش عضلات، وده اصلا ان هيلثي. يعني لو انت عندك الحته دي اتس ان هيلثي. فانا دايما لما بيبقى حد، وده اسمه سكيني فات باي ذا واي، سكيني فات، سكيني فات، فالشخص السكيني فات ده النصيحه لازم، سكيني فات يعني عنده دهون وهو اصلا رفيع، وهو اصلا رفيع ما فيش حجم عضل، حجم العضل بيبقى صغير جدا. حلو. فالشخص اللي عنده سكيني فات دايما بنصحه ان هو يروح يتمرن رياضه، ايا كانت ايه هي الرياضه، وفي نفس الوقت يمشي على نظام غذائي سليم بعد فتره معينه. لان برضو الرياضه خلي بالك ان في ناس بتلعب، بتنزل الجيم مثلا او بتلعب رياضه يومين ثلاثه اسبوع شهر ما بتشوفش نتيجه، تبطل. لا الموضوع ده مش نافعني على فكره، بيحصل مع ناس كتير جدا جدا. هو الموضوع محتاج استمراريه. محتاج استمراريه، زي ما الاكله الواحده مش هتطلع لك كرش، زي بالظبط ما اليوم الواحد في الجيم او اليوم واحد رياضه ما مش هيظبط لك جسمك. الموضوع محتاج استمراريه. حلو جدا. تسمح لي اجيب السمك البوري من الفرن؟ طبعا. احط عليه
الدقة وبعدين نرجع نشوف مواضيع الكرش بقى دي مواضيع التخسيس اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. السمك خلاص طلع من الفرن هنزل عليه الله 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 كلام عادي قوي كده هنزل عليه بالدقة اللي احنا عاملينها. الدقة دي فيها خل فيها شبت فيها توم فيها فلفل حامي احمر مفروم. لو ما عندناش فلفل احمر ممكن نحط فلفل اخضر عادي جدا مش هيفرق قوي في الطعم لكن هيدي طعم حلو جدا. ريحتها قويه جدا خطيره جدا ان شاء الله تبقى لذيذه وتعجب حضراتكم برضه. طيب الرز هنا على النار بيغلي لسه ما تشربش هستنى لغايه ما تشرب وبعد كده اغطي عليه. في سؤال احنا كنا حاطين بوست على فيسبوك من اسبوع كنا بنقول لو عندكم اسئله ليها علاقه باللايف ستايل بالتغذيه او بالرياضه والفتنس حطوا لنا اسئلتكم. ففي سيده فاضله سالت انا دلوقتي برضع ازاي وانا برضع احافظ على وزني او ازاي ان انا ما اكتسبش دهون مع اني المفروض اكون باكل كويس علشان اقدر ارضع بشكل صحي او بشكل طبيعي. ممكن تقول لنا نعمل ايه في الموضوع ده؟ يعني انا بس الموضوع اللي ليه علاقه بالرضاعه في حاجه مهمه جدا لازم اقولها. انا شفت السؤال ده بتاع الرضاعه على اللينك. اهم حاجه ان تو ميك شور لان انت مش بتاكلي لوحدك انت بتاكلي انت والبيبي كمان. يعني تقصد ان الاكل اللي هي بتاكله لازم الاكل يبقى فيه انف ايودين انف ايرون انف كالسيوم. لا ممكن تقولينها بالعربي. هي المعادن نفسها معدن اسمه ايودين وفي معدن اللي هو الحديد الايرون وفي اللي هو الكالسيوم. فلازم النظام الغذائي اللي هي ماشيه عليه لو هي مثلا لان انا متخيل ان ناس كتيره جدا بعد ما بتولد بتبقى عايزه ترجع لوزنها الطبيعي او خلال الحمل بيكتسب وزن فبيبقى عايز بعد ما الحمل يخلص بعد ما السيده بتولد بتبقى عايزه تخسر الوزن اللي هي اكتسبته ده مره تانية. فاكر لما كان عندها معضله ان هي بترضع فاكر الايكويشن اللي اتكلمنا فيها اللي هو الفرق ما بين السعرات اللي باكلها والسعرات اللي بحرقها لو الفرق ده كبير ده خطر لو الفرق ده كبير ده خطر ولكن لو في حاله بقى ان هي اصلا ده معناه ان صحتي مش هتبقى كويسه هخسر كتير لو انت الفرق ده كبير قوي وهيبقى داخل هيبقى داخل معدتك اكل قليل وبالتالي معادن قليله فبالتالي جسمك مش بيفانكشن افيشنتلي. يعني تقصد تقول ان حتى لو انا بخسر وزن كبير جدا وشكلي بدا يتحسن ده في حد ذاته ممكن يبقى صحتي جايه على صحتي ممكن يبقى كويس او ممكن يبقى وحش. يس اوكي يس. طب ازاي نقدر نعرف ده كويس ولا وحش؟ لازم ابقى ميك شور ان المعادن والفيتامينات الاساسيه اللي المفروض تخش جسمي وفي حاجه اسمها الديلي فاليو بتخش جسمي بطريقه صحيحه. اوكي. فبالتالي مثلا معدن زي الكالسيوم لازم ابقى ميك شور ان انا الاكل اللي انا بعمله او الدايت اللي انا بعمله حتى ولو كان دايت الهدف منه انه يخسسني بس لازم يبقى داخل جسمي كالسيوم ولو داخل جسمي كالسيوم قليل وده طبيعي جدا ان انا لما اكون عايز اخسس او عايز اخس ان انا يكون جسمي داخله معادن اقل من الطبيعي الاكل اللي انا باكله فلازم اخد المعادن دي من بره عن طريق المالتي فيتامين اللي باخده كل يوم. طب لو انا ما عنديش قدره ان انا ابقى بشتري فيتامينات خارجيه ما اقدرش اشتري مالتي فيتامين ما اقدرش اروح الصيدليه واقول للدكتور الصيدلي انا عايز فيتامين او عايز كالسيوم او عايز زنك او عايز ايا كان الفيتامين ده هل اقدر اكتسب الفيتامينات دي من الاكل اللي انا باكله؟ طبعا اقدر اكتسبها من الاكل اللي انا باكله بس انا بتكلم في حاله ان انت عايز تخس وبتحاول ان انت بتشيل جزء من الاكل الطبيعي اللي انت كنت بتاكله فطبيعي ان بعض المعادن ممكن ما تخشلكش. فور اكزامبل حاجه زي الاوميجا 3 اللي احنا كنا لسه بنتكلم في الاول واهميتها عامله ازاي. اوميجا 3 هتجيلي من الفات بيجي من الفيش اويل او بيجي من حاجه زي السمك فعشان خاطر ميك شور انها بتخش لي انا ديلي بيزس. هل هاكل سمك كل يوم؟ لا مش ينفع طبعا ممكن اشتري اوميجا 3 بس بحاول قدر المستطاع ان انا اكل اكل متوازن 100%. طيب خليني اقول لك انا بعمل ايه هنا. انا هنا خلاص الرز سويته من غير دهون بقلبه بعد ما استوى بقلبه مع الريحان. ليه ما حطيتش الريحان من بدري؟ علشان ما يسودش انا عايزه يحافظ على شكله. الريحان اللي ما يسودش ولا الرز ما يسودش؟ الريحان لان الريحان بيسود مع الحراره فانا مش عايزه يسود عشان كده حطيته في النهايه مش عايز اعرضه لحراره عاليه قوي. عملت ايه كمان؟ السمك هنا خلاص انا طلعته من الفرن بعد ما كان استوى. السمك البولي اللي بالرده اللي محشي جزر محشي توم محشي بصل محشي كمان جنزبيل فريش بعد ما طلع حطيت عليه الدقه دقه الخل اللي فيها خل ملح وفلفل فيها ليمون حطينا كمان فلفل حامي متقطع حلقات. خليني اروح اجيب السمك ورقه السمك من الفرن نغرف السفره بتاعتنا ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي بالظبط. يلا بينا السمك. يلا ناخد السمك ده كمان اعتقد دي بردت بقت كويسه.
احمد انا هيجي هنا بقى علشان لازم اغرف الطبق ده. ده السمك اللي احنا عملناه، سمك بوري مشوي بالردة، وبعد ما خلصنا الشوي بتاعه حطينا له الدقة، شكله شهي جدا، طعمه كمان شهي جدا. عايز حضراتكم تجربوه وتقولوا لنا رأيكم فيه ايه بالظبط. هيجي هنا هحط الرز، هحطه كده اهوت، نبتدي ان احنا نغرف. سلام، تسلم يا كوتش. الرز ده هو ما فيهوش دهون، بس في نفس الوقت طعمه حلو، لان هو فيه حاجات عطريه، فيه روايح عطريه اللي هي ريحه الريحان، ريحه ورق اللورة، ريحه كمان القرفه العيدان اللي احنا حاطينها. مش عايز املى لكم الطبق قوي عشان يبقى شكله كده حلو في الطبق. ناخد ده من هنا، واخر حاجه هعملها ان انا هقدم ورقه السمك. هنشوف اخبارها ايه. استوت وبقت زيت. السمك يا جماعه من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت كبير علشان تبقى استوت، وقت التسويه بتاعها بسيط جدا، وفي نفس الوقت بيطلع طعمها حلو جدا. حط ده هنا كده، بص عامله ازاي من جوه، حاجه كده شهيه خالص. ده زيتون، ده زيتون، هي جواها زيتون وجواها خضره زي خضره المحشي كده، شبت وبقدونس وكزبره، حاجه كده ايه عشان انت بس جايلنا النهارده. طيب هاخد السمكه الثانيه، هحطها كده اهوت. خليني راجع معاكم مره ثانيه عشان النهارده عملنا ايه. عملنا ثلاث اطباق، عملنا سمك بوري مشوي بالرده، عملنا كمان ورقه سمك الدنيس. حاضر، ما تيجي كده جنبي يا خطيب عشان نتفرج على السفره وبعدين نشوف بنعمل ايه. عملنا سمك بوري مشوي بالرده، وعملنا له الدقه الجميله بتاعت الخل، في نفس الوقت عملنا ورقه سمك دينيس اللي انا دلوقتي بغرفها. سمك الدينيس ده محشي جواه، ممكن تجيب بقى السفره يا ابو حميد. السمك ده محشي جواه زيتون، ومحشي جواه كرفس، ومحشي جواه شبت وبقدونس وكزبره. طيب دي كانت حلقه النهارده، اتمنى هي تكون عجبت حضراتكم، اتمنى يكون السفره بتاعت النهارده عجبت حضراتكم، والمعلومات اللي احنا قلناها الخاصه بالتغذيه عجبت حضراتكم. انا بشكرك جدا يا كوتش محمد، ولو تحب توجه رساله اخيره للمشاهدين ازاي يحافظوا على اللايف ستايل الصحي بتاعهم اتفضل. والله ما فيش حاجه قوي محضره ان انا اقولها، بس انا حابب اقول مسج صغيره لاي حد بيحاول ورجع تاني، او حاول وشاف ان ما فيش امل. لا، هو في امل على طول. عايز تعمل حاجه قوم اعملها، ما استناش الظروف تبقى صح، لان هي دي الظروف اللي هي ده احسن وقت دلوقتي تنزل تتمرن، او تنزل تعمل رياضه، او تبدا دايت. فكر في الهدف بتاعك، فكر في الاوبجكتيف بتاعك، ودايما فكر نفسك بيه، حطه قريب منك، انك تقدر دايما تفتكر انت ليه ابتديت من الاول. حلو، انت نورتنا جدا وشرفتنا، وانا مبسوط جدا بوجودك معانا. شكرا. اتمنى تكون الحلقه كانت مفيده لحضراتكم، اتمنى يكون النهارده يوم استفدتوا بيه وصفات حلوه ومعلومات كمان حلوه تساعدكم على الحفاظ على اللايف ستايل بتاعكم. اشوفكم بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. شكرا.